تحية صباحية وصباح عليكم من مصر سايكل ترافل جروب وبتجيو من ميونخ بالتحديد ورحلة ام تي جي فاكر سي الى من المانيا ايطاليا وسلوفينيا ان شاء الله. صباحك الله بالخير حبيبي. صباحك الله بالنور. ها انت اول مره تشارك ويا ام تي جي صحيح؟ واليوم ثاني يوم رايد، نبي شنو عن الرايد؟ الرايد من امتع ما يمكن، والتنسيق منكم الله يعطيكم الف عافيه. انصح كل واحد يبي يروح رحلات كذي اوروبا ما يحر، يروح حق الشركه على طول ام تي جي، على طول ام تي جي لليوم. بعدين ما ادري ترى. شكرا حبيبي. الله صراحة الله يعطيكم العافية ام تي جي، قواكم الله ما قصرتوا. من بعد الله انت يعطيكم العافية اللي خليتنا نشوف المناظر الحلوة هذه، واستمتعنا صراحة يوم عن يوم قاعد نستمتع اكثر ونشوف شغلات احلى واحلى. والله يعطيكم العافية وما قصرتوا، الله يعافيك، قواكم الله. تحية صباحية نصبح عليكم موتور سايكل ترافل دي جي، طلعنا رايد اليوم الثاني فاخر فيه ان شاء الله بتوفيق جلاس لبيب ايطاليا اليوم مع مكان جميلة جمالية وحاجة متابعين وحاجة متابعين دي جي. حبيب قلبي، اولا شكرا محمد شرقي على التور الجميل والرحله الكامله الجميله. للامانه كلمه الشكر ما تكفيك حقيقه، اجواء تخطيط شيء للامانه فوق الخيال. ان شاء الله نعيدها الثانيه والثالثه والرابعه الين الرحله رقم 100. شكرا.
اوكي جابنا اجواء حلوه اليوم جو صحو اوكي بدل صغير لروج عود اوكي يلا شباب كل واحد على بايكه ابو ضاري ايش رايك بالرايد قوي ها اقول يعطيكم العافية ومشكور الشرجي صراحة ونسنا طلعنا الحين في باص بالنمسا اسمه صعب علي نيكول نعم نيكول نيكول بس صراحة جدا ممتع وبقيادة جدا ممتازة كثر الله خيرك يا الشرجي وطلع معك جدا جدا ممتع وربي يوفقك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن أجواء طيبة وأول مرة أنا أطلع ويا الرجال الطيب والشركة هذه صراحة ممتعة جدا وأنصح أي شخص خاطر أنه يطلع في أوروبا يطلع مع شركة M.T.G لأنه بصراحة رايدات وسيفتي أول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن وايد مستانسين اللهم لك الحمد هاي المسي عليكم كانوا طالعين من التلفونه وهذه عدد البلقات هذه الشباب كلهم تجهيزات الحين شو يقول في وين شنو يقول شنو اقدر
اول شيء اقول اهني نفسي واهني الشرقي ومجموعه المنتجين. نحن حضرنا ايفنت مال فاكر سي. الشيء المهم في الموضوع شوف الطاقات، طاقات المدينه جهات السياحيه والماليه وحركه المرور وكل البلد، البلد مكفله حق هالمهرجان لان فيه دخل اقتصادي قوي للسياحه نفسها. شوف العدد لنا ساعتين الحين هنا، ما حد وقفهم قال لهم ممنوع، عطى الدفتر والليسن. شوف ايش حالات ابوه، الدنيا حلوه، عقبال ان شاء الله يا رب. مشكور في تي قواكم الله. ايش وين يبقون هني مشاركين؟ يمكن 10,000 اذا مو اكثر. فاكر سي النمسا 2018. ما شاء الله زين والله، الحمد لله ما ضيعنا اللحظات هذه، وايد حلوه. يعطيك العافيه وما قصرتي والله، جميل جدا. هلا بعد عمري يا اخوي، شيء مو طبيعي صراحه، شيء مو طبيعي. وايد نحتاجه في البلد. بعد عمري والله هذا اللي نبيه، هذا اللي سلم التوره. شكرا حبيبي، الحمد لله الامور طيبه. الله على السلامه، اشكرك على الرحله السعيده يا اخوي. حبيبي منصور يا الحبيب، قولك والله من اروع ما يمكن. حبيبي الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك ربي سيدي. ريان اهلا وسهلا، على السلامة. الله يعطيك الف عافية، استمتعنا وياك وان شاء الله الجايات ان شاء الله باذن الله. ميدان الحمد لله رجعنا سالمين غانمين وبركاتك يا شرقي، وردينا الامان لاهلها وان شاء الله نرد احنا البلاد ان شاء الله. ان شاء الله استمتعتوا بالرحله. اكيد اكيد. ريان يا هلا، قواك الله والله. خوش رايد، خوش اسبوع الامانه او اسبوعين. انا سنه طافت قلت ان شاء الله راح اعيدها مرتين ثلاث، وراح اعيدها ثالث ورابع مره ان شاء الله باذن الله. قواك الله.
هلا ابو يوسف. اول رحله وياك قبل 3 سنين، قبل سنتين سالتني شو رايك بالرحله، وهذه الرحله الثالثه معاك. يلا خذيها مع ام تي جي. يعطيكم العافيه. يا هلا ومرحبا، راس العثمان من الكويت. انا مع ام تي جي للسنه الثالثه على التوالي ما شاء الله. بس الموضوع فيه شنو؟ في سر. كله سيده، هذه مشكله ام تي جي. كله كيرفات، كله كيرفات، هذا السر بيني وبين الشريك. كله كيرفات وكله شنو؟ كله سيده. بس حق السيك اللي ما شفنا سيده الا بس في دار الوكاله. يا هلا والله، ما شاء الله تبارك الرحمن، رحلة جدا خيالية وممتعة فوق ما احنا تصورناها. شيء بالاحلام ما تشوفونه، شيء خيالي وايد ممتعة مع الشرقي ام تي جي وبس. هذا يقول لك ملك الرحله. الله يعطيك الف عافيه، انت كل سنه قاعد تونسنا يا الشرقي، والسنه الجايه نفس الشيء. والله يعطيك الف عافيه على هالرحله، مشكور وما تقصر حبيبي. صراحة رحلة روعة، وإن شاء الله هذه أول مرة وآخر مرة أكيد. ما قصة بداري حبيبي، شو يقول بداري؟ الحمد لله على السلامة. والله الحمد لله على السلامة، ورحلة موفقة والحمد لله كل شيء تمام من أحسن ما يمكن. الحمد لله، إن شاء الله تكرر. إن شاء الله. بدر بن الحمد لله على السلامة. ابو عبد الوهاب يا هلا يا هلا يا هلا، قواك الله محمد. شاركنا مع ام تي جي 3 مرات سنوات طافت، باذن الله السنه الجايه ان شاء الله شاركي معاك في المره الرابعه. طارق النجار. هلا ابوي. جزاك الله بخير، الحمد لله على السلامة. عمرك الله يسلمك. الله يعطيكم العافية، ام تي جي شخص شخص، عساكم على القوة ما قصرتوا. ونسونا وتشرفنا فيكم بالجمعة الحلوة هذه، الرحلة الحلوة. وبدون مبالغة هاي 3 سنة على التوالي معاكم، كل سنة أحلى وأحلى، ونشوف شغلات جديدة ورحلات حلوة ورحلات حلوة. والله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. قواكم الله.
هلا هلا شرقي يا حبيب. مبارك يقول مبارك والله تنس ما قلتها وعيدها. الله يعطيك العافيه. الله سلامت وفيت الله يسلمك. ايوه كثير ما اشكرك مره حبيبي يعطيك العافيه. ادريس مع السلامة. سلمك خليك يا بعد عمري. الله يعطيك العافية الشرقي. رحلاتك جدا خيالية. باصاتك ما حد سواها نفسك. الطريق اللي ناخذه معاك نحس صج احنا بايكري يا صح. اللي يبي يكون صج بايكر بيشوف الباصات بيتعلم شلون يسوق يستانس والادرينالين يشتغل عنده لا يفكر غير هالرجل هذا. ام تي جي نمبر 1. Yeah.